تمويل الفئات الاقتصادية الأكثر هشاشة للسيدات والسادة النواب المحترمين من فريق الأسرار والمعاصرات. تفضل سيد النائب. شكرا سيد الرئيس. سيد الوزير المحترم، عن سياسة دعم وتمويل الشركات الصغيرة والصغيرة جدا والمتوسطة الأكثر هشاشة نسائلكم. جواب سيد الوزير. شكرا للسيد النائب. بطبيعة الحال المقاولة الصغيرة والمتوسطة لها دور لا نختلف عليه في إنعاش الاقتصاد وفي خلق فرص الشغل، ولهذا يعني الحكومات عبر تعاقبها كانت دائما توضع هذه المقاولات في صلب اهتماماتها. البرنامج نتاع انطلاقة اللي تم تحت أو بتعليمات ملكية سامية في نهاية شهر ديسمبر مكن من منح ما يناهز 39,253 قرض بحجم تمويلات قدرت ب 8.7 المليار نتاع الدرهم، وهذه التمويلات الملتزم بها من المنتظر أن تحدث أكثر من 112,000 فرصة عمل. كما أنه وبعد الظروف الصعبة أو في إطار مواجهة نتاع الظروف الصعبة اللي عرفتها هذا النوع المقاولات في إطار المواجهة نتاع تحديات كوفيد 19، فتم وضع مجموعة من الآليات في مقدمتها ضمان إكسبرس واللي عرف واحد النمو ملحوظ واللي غطى ما يقارب من 50,000 قرض لفائدة المقاولات الصغيرة بمبلغ فاق 5.2 المليار نتاع الدرهم من القروض، والتزمات فيها الدولة ب 3.7 المليار تاع الدرهم. تعقيب سيد نائب. شكرا سيد الوزير. لا نعترف بما تقوم به الحكومة وما ستقوم به في المستقبل للنهوض بهذا القطاع، ولكن سيد الوزير كتعرفوا بأن الشركات الصغيرة والصغيرة جدا والمتوسطة تتمثل تقريبا 99% من نسيج المقاولة في المغرب، وتتعرف إكراهات كبيرة سيد الوزير. ما أول إكراه هو الولوج إلى التمويل البنكي، يلا 12% ديال الشركات اللي تتحصل على القروض وهذا معدل جد منخفض. والإكراه الثاني سيد الوزير وهو الحصول على المستحقات ديالها من الشركات الكبرى، اللي تنعرفوا بأن الشركات الكبرى لا تتعدى 300 شركة، وتنعرفوا بأن ديليت بيمو تفوق 300 يوم وهذا قاتل بالنسبة للشركات. سيد الوزير، هاد الشركات وهاد الإكراهات تمثلوا الضغط على الملاءة ديال هاد الشركات الصغيرة والصغيرة جدا، والسيد الوزير بأن شركات تتوقف تتوفى تسد البيبان، وتنعرفوا بأن الإحصاءات قالت لنا بأن في 2022 12,000 شركة أغلقت، في 2015 15,000 شركة ستغلق، وكيف تنعرفوا السيد الوزير بأن هذه الشركات هي رافعة بامتياز بالنسبة للاقتصاد الوطني، وهذه الشركات لنا مرنة تنتشر في جميع أنحاء المغرب جميع الجهات، وتنعرفوا حتى الجهات الهشة. خصنا ندعموا هذه الشركات السيد الوزير، خصنا نساعدوها بآليات مالية مرنة تتمشى مع الحاجيات ديالها، خصنا نسهلوا لها كذلك الولوج للصفقات العمومية، وخصنا واحد المحطة واحد البلاتفورم اللي هي انفورماتيك اللي تقدر تكون فيها جميع المعلومات اللي تتهم هذه الشركات. وشكرا سيد الوزير. شكرا سيد نائب. هل هناك من تعقيب إضافي؟ سيد الوزير لا مازال، تفضل سيد الوزير. إذ بأن الإجراءات اللي جات في المرسوم كيف قال السيد النائب باش تعالج الإشكال بين هذه المقاولات الصغيرة في علاقتها سواء مع المقاولات الكبيرة أو في العلاقة نتاعها مع الطلبيات العمومية، تخصص لها يعني الحجم نتاعها في الطلبيات العمومية، وتحددت طرق الوسائل باش تضمن لها انها تتخذ الواجبات او الحقوق نتاعها في اجل معقوله تضمن لها السيوله بما يخفف عبء لجوئها الى الاقتراض البنكي. شكرا سيد الوزير.